جمهور النادي الأهلي اللي عايز أوجه له رسالة من هنا. الفترة اللي جاية فترة مهمة، فترة دعم ومساندة للاعبي النادي الأهلي. عدم الالتفات لأي كلام وأي إشاعات وأي كلام يشتت أذهان وذهن لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي. شفنا امبارح تصريحات من لاعب سابق وأصبح ماضي في تاريخ النادي الأهلي، كابتن رمضان صبحي. كابتن رمضان صبحي امبارح توقيته في الوقت ده بالمناسبة مش صدفة، لا ده مدروس، وأقول لحضراتكم ليه. دايما شوفوا توقيتات اللي بيظهر فيها كابتن رمضان صبحي في اللحظة المهمة للنادي الأهلي وهو يفتتح استاد الأهلي والسلام. استاد الأهلي والسلام النهاردة افتتاح، وكان احتفال كبير لجمهور النادي الأهلي واحتفالية كبيرة. في الوقت ده كابتن رمضان صبحي بيعلن انتقاله لنادي بيراميدز. الناحية الثانية أيضا النادي الأهلي رايح لمباراة مهمة ومصيرية لحسم بطولة الدوري. كابتن رمضان صبحي كانت أمام الاتحاد السكندري مؤتمر صحفي للكابتن رمضان صبحي وإعلان الانتقال لبيراميدز، وطبعا عارفين الحركة بتاعته اللي كانت لجمهور النادي الأهلي وعدم الثناء على النادي اللي كان ليه فضل كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى إنه يكون موجود في الكورة ومع منتخب مصر الأولمبي. الحاجة الثالثة امبارح رمضان صبحي واحنا شايفينه، هل الوقت مناسب؟ الوقت مدروس، وزي ما بقول لحضراتكم ما جاش صدفة. لما يبقى عندك مباراة مهمة ومصيرية ومهمة لاعبي النادي الأهلي، ولاعبي النادي الأهلي بالعموم بيتابعوا أكيد السوشيال ميديا ويشوفوا الكلام والأحداث والانتقاد للنادي الأهلي في الوقت ده أكيد مدروس. علشان كده بقول لجمهور النادي الأهلي عايزين الفترة دي ندعم ونساند لاعبتنا، عايزين دايما نشجعهم، عايزين نديهم طاقة تفاؤل وأمل علشان المباراة النهائية. علشان كده بقول لكل لاعبي النادي الأهلي يلا بينا نكمل أفريقيا. أفريقيا يا أهلي.